نصيحتي النهاردة لمشاهدات نص الدنيا، كتير مننا بيشتكي من مشكلة الكرش أو البطن والانتفاخ اللي بيجي بعد الأكل. لازم عشان نتخلص من المشكلة دي نخلي بالنا من شوية حاجات. أول حاجة، احنا طبعا لازم نشرب مية كتير، لكن ما ينفعش تكون كلها ورا بعض، يعني ما نزودش عن كوباية واحدة كل نص ساعة. تاني حاجة، نخلي دايما وجباتنا عددها كبير والكميات في كل وجبة صغيرة. تالت حاجة، ان انا ابعد عن المياه الغازية حتى الدايت منها. رابع حاجة واهم حاجة، ان انا لازم يكون في رياضة خلال يومي، حتى لو الرياضة دي هتبقى مجرد طلوع السلم او المشي. ونتقابل في فيديو جديد ونصيحة جديدة مع نص الدنيا.